لم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجامعية التي يستحقها، وبالتالي لم أستطيع أن أتزوج أو أن أنفق على أسرة، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل. جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه. ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه، الأولى غربتي والتانية المكتوب. جرحي القديم يا غريب أنا كنت راضيب، جرح الجديد يا حكيم زود لها ليب. يا أهل العرب والطرب العدل من سيدو، سيدو يا للعجب وطب وبس إيدو. بلدي قصاد عيني قلت أعدلها، يا مرج برسيني ويا رب عدلها. اللي يعديك تعدي وتفرقوا فنونا، واللي يراضيك تراضي وتشيلوا في عيونك. يا 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 طبع لي غلاب، وحبيبتي بنت الناس قفلت في وش الباب. رضيت بحكمك يا رب والصبر بزيادة، ظلموني من غير ذنب حسدوني بزيادة. بلاجا مرسى الهموم قلبه، دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه. ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوب، الأولى غربتي والتانية المكتوب. ايوه واخد، واخد بالك؟ ايوه بانت لبتها، بانت رؤيتها كده. احنا بتراقبين فهم نظم رسم شرع يا كامل. الناس حكايتهم اتجننوا ولا ايه؟ واقتراحاتك يا اور، اروح ابلغ الحكومه قالهم في جماعه سنيه منعنا وزع مخدرات على الناس، تعالوا اقبضوا عليهم. لا احنا زي ما لقينا سكه للناس بتوع المينا والجمارك اكيد لنا حد من حبايبنا هيبقى في المديريه زينا زي غيرنا. يعني دي سكه خطره يا جدع، احنا لسه على قدنا ما بدأناش، احنا بقالنا سنتين بس في اللعبة دي، ما احنا زي الكبار اللي الداخلية بتحميهم، ولا ده وقتها اساسا. لا ده بقى وقتها. بقول لك ايه، هو انت فاكر لما تقول شافع بيه يبقى انا شافع بيه؟ افهم يا جدع، الناس بتوع الجمارك دول طيور أليفة، بيراقبوا البضاعة كده كل شيء، ان كانوا مش عارفين ايه اللي فيها، وبيكرمونا في السعر وكل حاجة، وبيرضوا بالحب اللي احنا بنرميه زي الحمامة لا مؤاخذة لما ترمي لها اي حب تاكله. لكن بقى بتوع الداخلية طيور جرحى، ما يمناش عنهم الا اللحمه، واحنا حته اللحمه على قدنا يا اخويا،
ويا دوب ربنا اكرمنا بحته ملعب نلعب فيه، الصيدليات اللي فتحناها في الاقاليم، نقوم نجيب لعيب رزق ندخله معانا الملعب، ما يبصلناش ويقطع علينا ميه ونور. ايه هنعتزل؟ لا، احنا هنطاطل المساله. ازاي؟ كده اهو. ايه عمرك ما طاططش؟ لا. رد عليا يا محمود، انت بتعمل ايه بالظبط؟ اللي انت بتعمله ده غلط وهيوديك في داهيه ويمكن يودينا كلنا. الحاجه ما يستاهلش منك كده. رد عليا يا لالا يسيع. وبعدين بقى بنت الناس، انا سايبك بقالك ساعه بتعيطي، قلت عشان تهدى، لكن واضح ان مفيش فايده. انت مخلصي علبتين مناديل لانسه. انا نفسي افهم بس كل ده ليه؟ عشان الشخص اللي انا شفته يا شيخه ده كبير ونفتين وخلاص. بعدين يا انسه سلوى، انت مش خايفه حد يشوفنا في الشارع وانت بتعيطي؟ روحي عادي في البيت، البيت حلو. انا اسفه، اصلي مش عايزه اروح البيت الا لما اهدى شويه. بابا لو شافني كده هيشك فيا، وانا مش ضامنه نفسي لو بصيت في عينيه هنهار واحكي له كل حاجه. وماله، مش عيب ده مهما كان ابوك، بس اهم حاجه في الموضوع ان سيرتي ما تجيش. ازاي ده؟ نفسي احكي للدنيا كلها على جدعنتك ورجولتك، ده ولا كاني اختك. يا ستي الله يبارك لك، انا اصلي بخاف من الحسد، مش عايز جدعنتي تتنظر. اقول لك على حاجه، انت عندك حق، اقعدي عيطي وفضي كل العياط هنا في الجنينه، روحي براحتك، انا ضامنك بس مش ضامن الحاج. في ايه بس تاني يا بنت الناس؟ في ايه؟ بقول لك ايه، انت لو قلقان عشان الواد فاروق ده يخلب الاتفاق اللي عمله معايا، انسي، اقسم بالله انفذ تهديدي معاه. وقفي بقى مطور العياط اللي هيتحرق ده. انا فعلا كان نفسي اتجوزه، كان حلم حياتي اني اتجوزه، عشان كده سبت نفسي معاه على الاخر، صدقته، حبيته من كل قلبي. بس اخر حاجه كنت اتوقعها ان يوم ما اتجوزه تبقى بالطريقه دي. اقوم اهبدلك دماغي في النخله، ارمي لك نفسي تحت عربيه عشان ترتاحي. يا شيخه ده انا فاكرك كل ده بتعيطي عشان هتقعدي في وش امه لحد ما يجور في داهيه. عمرك ما هتفهم الاحساس اللي انا بحسه، تلاقيك ما جربتش الحب. ليه؟ قاعده مع جدي. ايوه كده يا شيخه اضحك. مين قالك ان انا ما حبيتش يا انسه سلوى؟ اكيد حبيت، بس ايه علاقة الحب ان الواحد يوقف مخه ويبطل يفكر لما يلاقي نفسه هيروح في داهية؟ الحب ده اجمل حاجة في الدنيا، بس في نفس الوقت ممكن يضيع الانسان. لو الواحد ساب نفسه للحب والجمال مشاعره من غير ما يفكر في المسؤولية اللي هيبقى فيها، مش بس ممكن يتورط، ممكن يأذي اللي بيحبه كمان، واللي بيحب بجد مش ممكن يأذي اللي بيحبه. لحد هنا وعيطي بقى براحتك، خدي وعيطي لي معاكي. الله يبارك لك، الله يخرب بيتك يا حسين. انت ايه اللي يخليكي تقفي وتتكلمي معاها اصلا؟ يعني ايه ليه؟ مش عايزك تاخدي بالك؟ حتى لو في سوبر ماركت ما تقفيش مع حد ما تعرفهوش. انت مش عارفه طبيعه شغل جوزك وعارفه بيشتغل ايه؟ يا بنت الحلال محدش مراقبك ولا حاجه، والله ما حد مراقبك. بس افرض حد يعني. خلاص خلاص مفيش حاجه، انا بس مضغوط من الشغل شويه. المهم اوعى تفتح الظرف اللي هي الست اديتهولك. انت بتهزري؟ افرض حد عايز يأذيكي ولاش عرفني. انت مش عارفه انا بشتغل مع مين؟ يعني هي لازم تكون منقبه عشان تاذيكي يعني؟ من ممكن يعملوا اي حاجه. يا ست ياجروا اي حد ما تكونش عارفاه وما تشكيش فيه. طب انت فاكره شكل الست دي اصلا؟ يا نهار اسود، يعني ايه لابسه نضاره شمس؟ انت مش لسه بتقولي مقابلها من ساعه؟
ده ما يخليكيش تشكي. اه طبعا لازم تشكي وتقول لها مش هاخد منك حاجه. طب لما شفتها بتجري كده مش تبلغي الامن وتتصرفي؟ خلاص خلاص اهو ده اللي حصل. ما تفتحيش الظرف وخلاص. شوف الكلام بقى. يعني ايه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ يا خرابي على دماغ النسوان. خلاص يا ست ما تزعليش الستات بلاش النسوان خلاص. استنينا لما اروح ونفتحه قدام عينيك. اه يا ست عشان لو في حاجه نتضر سوا. يا ستي ولا اخونك ولا نيل انا بخون ايه بس؟ ولا الاقي وقت عشان اخون؟ معلش يا حبيبتي معلش والله ما مشكله وقت. انا بحبك انت ولا بفكر في غيرك خلاص بقى. انا في الشغل. بقول لك انا في الشغل. خلينا في الظرف اللي معاك ده دلوقتي. ارجوك ما تفتحهوش. يا ستي مش عشان خاطري عشان خاطر الولاد حتى. افرض لا قدر الله يكون في الظرف حاجه. بلاش الكلام ده يحصل وانا مش في البيت. مش هتاخر مش هتاخر والله قبل ال 12 اكون عندك. يلا بقى يلا يا حبيبتي يلا عشان عندي ميتنج. باي باي يا حبيبتي. يا ولاد الكلب هيعملوا عليها عصابه. ماشي والله ما انا سايبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى. بقول نتوكل على الله بقى؟ مش فاهمك. أصل أنا صليت ركعتين استخارة لله عز وجل والحمد لله تبت وندمت على ما فعلت ولن أعود اللي يغضب ربنا ويأذي الناس. برضه مش فاهمك. بقول يعني نطلع الجماعة بتوعكم أخدهم وياها المخزن اللي مخبي فيه البضاعة اللي الشيطان وزني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي باعها للناس. نطلع كده يا جماعة بإذن الله على الكنال عشان نرماها في البحر علبة علبة ولو عايزين شريط شريط ولو حابين حباية حباية. ده بس عشان أثبت لكم إن أنا نويت والنية خالصة إني لن أعود للي يغضب ربنا مرة تانية والدين النصيحة والنصيحة واجبة. إحنا نضمن منين إن الحبوب اللي أنت هترميها دي هي كل الكمية اللي عندك؟ يا مولانا من ستر مؤمنا والستر مطلوب. يعني إيه يا أخويا؟ إحنا محدش جابرنا على حاجة يا أخويا. كامل في ايه؟ جرالك يا جدع؟ شيخنا سأل سؤال من حقه يسأل. الله سوء الظن من حسن الفطن. مش هما بيقولوا كده برضه يا سيدنا؟ بس على فكرة نسيت أقول لك إن أنا عندي خلفية وثقافة دينية بس منه لله الشيطان طلع عفريت بقى. بس اسمحوا لي الوجوه الوسيمة دي دخلت في النوايا والنوايا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وإحنا يا عباد الله مالناش إلا الظاهر. الظاهر يا جماعه دول مش مقتنعين بالكلام ده. بص احنا ما بنخافش من حد بس احنا اقتنعنا باننا نحكم ضمائرنا انما لو مش عاجبكم خلاص. طب خلاص خلاص يلا بينا اخدكم على الاخوه واخد الله امرا كان مفعولا. اذا توكلنا على الله. اتفضلوا. ها تمام بقينا احسن الحمد لله. الحمد لله يا ستي. أنا آسفة إني عطلتك معايا. لا ما تقوليش كده. أنت أبوكي راجل صاحب فضل عليا. وبعدين عندي أخوات بنات. ده إيه هو. إيه؟ هو مين؟ فاروق. فاروق؟ أروح أمك. أنت بتتكلم ليه تاني؟ لا مالكش كلام معاها يا حبيبي. كلمت أهلك ولا لسه؟ يلا هات غرجتك البلا. الجهاز ده لازم تولع فيه حالا. قفلت ليه السكه في وشه؟ مش جايز يكون حاسس بغلطته وعايز يعتذر لي؟ يا نهار اسود لحقتي حنيتي؟ مش ده اللي كنت بتعيط عليه من شويه 8 كيلو دموع؟ احن لمين بس؟ انا بس مستغربه انه بيتكلم على طول بعد اللي انت عملته معاه. فبقول يعني يمكن ده هو. لا وهنصرفه ازاي ده بقى غاوي يتهزق؟ لا ارجوك
سيبني ارد عليه، انا عايز اعرف بيتكلم ليه. مش جايز يكون في حاجه حصلت. انا اسفه لو ده يضايقك، مش هرد. يا ستي هو جوز امي، ما تردي عليه. انا ليه بضيع وقتي معاكي اساسا؟ انا مش عارف. لا ارجوك ما تسيبنيش، كمل جميلك معايا. انا حاسه ان في خير في المكالمه دي، صدقني انا عارفه اني مش هون عليه. شفت، هبعت لي مسج، ردي عليا لو سمحتي، والله بحبك. شفت يا ستي، هو انا ولي امرك؟ يا رب تتجوزوا انتوا الاثنين وتبقوا اسعد اثنين في الدنيا. انا عايز اروح انام. السلام عليكم. لا عشان خاطري، انا عايز اخد رايك في اللي هقوله لي عشان خاطر ربنا. انت مش لسه قايلني زي اختك؟ حاضر يا اختي، اتفضلي ردي. انا كان مالي يا رب ومال الهم ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيت امك يا حسين. ممنوع الركن هنا يا باشا. معلش بقى دفعه، مش لاقي مكان. ما انت شايف العربيه صغيره ازاي، عايز الحق القداس. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا هندسه، بس ما تاخرش. رايح فين؟ الباب من هنا. هشتري كارت شحن. متأخرش طيب. خلي بالك من العربية. فجروا كنيسة ماري جرجس يا فندم. نهار اسود، امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا. بيقولوا في ناس كتير ماتت، فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كلم طارق بيه خليه يحصلنا على هناك. حاضر. يلا بسرعة. حاضر يا فندم، حاضر. سلام. اتأخرتي قوي. انا خلصت كل الاكل اللي سبتولي ونمت عشان اهرب من الجوع. من هنا والشفا. يلا. ايه الدلع ده كله؟ كله تمام يا فندم. داليا سلمت الظرف لمرات هيثم وطارت قبل ما حد يشوفها. زمانه دلوقتي ايه؟ بيلف حوالين نفسه. صحيح. انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت مش مشغل التلفزيون؟ ما انا خفت يعمل صوت فخوفي يسمع. ده انا حتى قفلت الموبايل. على فكره شكله دخل من ساعه. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ فجروا كنيسه مار جرجس. ايه؟ امتى؟ من ساعه تقريبا. انت عرفتي منين؟ وهران الخضيري ساكنه هناك، بتقول لك الدنيا مقلوبه عندهم وفي ناس كتيره ماتت. يا حرام، ده النهارده كان عندهم قداس. ولاد الكلب يا مجرمين. طبعا ما البلد متسابه لهم على البحري. وبتوع امن الدوله بدلا ما يركزوا معاهم مركزين معانا احنا. الجزيره مش جايبه حاجه ليه؟ انت مش بتقولي من ساعه؟ استحاله يكون الخبر وصل له. بنقول ان الشاعر او الفنان عامه تخيل التلفزيون المصري هيجيب حاجه زي دي. استني بقى لما ينزل خبر على العربيه والجزيره، وبعدين هم يبقوا ينزلوا. يعني على الناس اللي ماتت اكيد فيهم اطفال وستات. وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمه دي، زيها زي اللي قبلها. اخرهم ينزلوا يلموا في العيال ام دقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص. ومش الارهاب الديني ده بتاع الباشا برضه؟ ما هو لو كان شايف شغله صح ما كانش ده حصل، بدل ما هو عمال يعتقل بتوع الاخوان ويجند مشايخ السلفيين. يا نهار اسود، دي الكنيسة دي جنب الشقة اللي ساكن فيها محمود. طب وإيه يعني؟ أنتِ فاكرة عملوا إيه يوم كنيسة محرم بيه؟ نزلوا على كل الشقق المفروشة اللي حواليها عشان يلموا العيال أم دقون، عشان يعملوا من وراهم شغل. طيب أخوك ماله، مال الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي دقنه قد كده، أكيد متسجل عندهم، خصوصًا إن الشقة جنب الكنيسة. ما تقلقش، هما حتى لو جم هيقعدوا على الراجل ده، بس مش هيجوا جنب أخوك. ده راجل في حاله، هما لسه مطلعينه. أنت بتعمل إيه؟ لازم أنزل أروح. تنزل تروح فين بس؟ انتي ناسي الشنطه اللي انا سايبها عنده فيها ايه؟ صحيح، تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز اجازف،
ده لسه طالع من مصيبه امي كانت هتروح فيها. يا ريتني كنت جبت الشنطه هنا. طب انا خايف يعملوا حمله مداهمه وانت هناك. ما تقلقيش، هم طول عمرهم رد فعلهم بطيء، هيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم الاول ويفكروا، ولو ما لقوش حد يلبسوها له هينزلوا يعتقلوا عشوائي. لازم انزل دلوقتي. طب انا مالك، انا مالك. افتحي يا راجل، افتحي. مين معاك؟ انا سامع صوته. هي حصلت؟ وادي المخبأ الامن اتضرب، هودي الشنطه فين بقى؟ افتحي يا راجل، مش عايز اعلي صوتي واعمل فضايح. افتحي. هاتي هاتي مفتاح عربيتك. اول ما تخلص تكلمني، فاهم؟ خلي بالك من نفسك، لازم اشوفك النهارده. ايه؟ افتحي. فين الحيوان ده؟ معلش يا دكتور، انت مش غريب، ده مالك؟ اديك هات. هتعدي بالسهل؟ ما عاد هنا بالك قد ايه؟ يعني يومين ثلاثه كده، مش فاكره. ما هو معلش بقى يا شامل، ما هو هيثم صاحبك هو وزمايله مطلعين له امر اعتقال، ما اقفش جنبه يعني؟ وبعدين بذمتك انت يا شامل، بذمتك يرضيك اشوف جوزي بيتبهدل قدامي واقف اتفرج عليه؟ جوزك؟ لو انت فاكر ان انا ممكن ادخل راجل غريب اوضتي؟ عيب عليك، عيب. ده انا بنت اصول ومتربيه كويس. اخس عليك. ايوه يا هاسم باشا، انا اسف يا فندم. عارف والله يا فندم كده لو في عن سعادتك. حاضر يا فندم. اصل احمد عبد الناصر دخل دلوقتي العماره ساكن فيها اخوه دلوقتي حالا، نازل من العربيه كان سيئه شبه عربيه لسه راجع بالظبط. اه والله يا فندم، بس انا ما معيش حاضر اتصرف سعادتك يا فندم، تحت امر سيادتك، في انتظار امر سيادتك يا فندم. ايوه اهلا. ازيك يا ابو حميد؟ اخو الغالي تعالى اتفضل ادخل. محمود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب انا كنت جاي بس اخد الشنطه عشان طالع رشيد دلوقتي. اجيبها لك؟ طب اشوف لك محمود شايلها فين الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لقيتها لك؟ تعالى هنا، دي حاجة الراجل ازاي تديها له؟ ايه يا جدع انت، ما هو خرج راجل يا جدع، فيه ايه؟ لا مش هينفع ياخدها. يعني ايه مش هينفع؟ دي شنطتي يا ابني. زي ما سمعت كده، دي مش كرخانة، دي شقة محترم. ايه يا عم اسماعيل؟ ايه يا عم اسماعيل؟ مالك؟ واي حد يزق باب الشقة برجله يدخل ياخد اللي هو عايزه، هي مش كده ابدا. ايه انت هتعمل لي حدوتة؟ بس ده مش أي حد، ده أخو جامد. ها ودي حاجته، وهو مديها له قدامي عينيا امبارح بالليل. بقول لك ايه يا عم اسماعيل؟ بلا جامد بلا طار يا عم اسماعيل، مفيش الكلام ده. بقول لك يا عم اسماعيل مش هياخدها. افرض احنا اديناها له وهو خدها وجه هو ما لقاهاش، يقوم بقى هو يسرقنا ويوجع دماغنا. ايه في ايه يا عاصم؟ انت تتحول ولا ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش رخم، الراجل بيقول لك لازم يسافر بالشنطه رشيد. خلاص يكلمه في التليفون يقول نديها له. نديها له يا سيد. كلمته تليفونه مقفول. لا ما هقول لك ايه، بص ده حيطه سد، ده مش هتعرف تاخد منه عقد نافع خالص. اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن. تعالى بقى نطلع بره اعمل لك شاي لحد ما محمود يجي هو على وصول. طب مش هو كان معاك في الورشه؟ هو راح فين؟ هقول لك ايه، بس راح يقضي مشوار وخلاص. تعالى بقى علق لك على الشاي وهتشم شويه هوا بره تحفه. كتر خيرك، بس فعلا انا مستعجل ومحتاج الشنطه فورا. وانا قلت لك مش هتاخدها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي اقدم واحد في الشقه دي.
يعني تقدر تقول بحكم امير الشقة. امير ايه يا عم الحيل واحنا في جماعه؟ بصفتك ارخم واحد في الشقه. انت ولا بتبص لي كده ليه؟ ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمه امير دي على لسانك. والله انا ما بجيبش حاجه من دماغي، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. طالب الولايه لا يولى يا سيدي، ما انتش لوحدك اللي عارف شرع ربنا. انا بقى خلعتك من الولايه وهاخد الشنطه وامشي. استنى انا هنا بقى. إيه محمود يكلمني يا عم اسماعيل. وجلا سكت. ايه دمار سكت يا اسماعيل. وانا اللي بقول عليك امير. اقعد يا عم بقى خلاص. ايه ده اخد جامد يا عم. اثبت عندك لو حركت اقعد عليك. بقول لك اثبت عندك ما تتحركش. انا ثابت اهو. اهدى بس، في ايه؟ مش عايز اسمع صوتك خالص خالص. انما للصبر حدود. قلت لي تعالى اقف معايا وهو بيكلمني عشان ما يحصلش مشاكل، جيت معاكي. موقفني طبق ساتلايت في اسكندريه والساحل الشمالي شايفني. قلت وماله؟ يا بخت بنوفق راسين في الحلال وربنا يستر على ولايانا. انما بالشكل ده انتوا ناقصتكم خدتين ونحاف. فاروق وافق يتجوزني يا محمود. شيخ هتلاقي لي هيتجوزك بالجزمه. ده انت اللي هتتجوزيه. هيتجوزني بكره. بكره؟ يا ما شاء الله. ولحقت تقنع اهلك ان شاء الله؟ لا، ما هو مش هيقول لاهله دلوقتي. امال امتى؟ في اسبوع ابنكم؟ اصل انتوا مش عارفين، انا لو فتحتهم دلوقتي في موضوع الجواز هيرفضوا. وش انا لسه في الجامعه، وبعدين لو قلت لهم انا عايز اتجوز هيقولوا لي ما عندك بنات العيله اولى بيك. ساعتها اخش انا بقى في قصص وحكايات قديمه انا في غنى عنها. والله عندك حق يا روقه. امال هتقنع اهلك ازاي انك تتجوزها بكره؟ هيتجوز عرفي لغايه ما يتخرج. عرفي؟ نعم يا اختي. اتهبلت يا بنت يا ابن الكلب. لا يا ابني انت حاططها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا. الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها؟ ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك. لو على ايه؟ ده انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي. بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقي غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا وهي حكيت لي على كل حاجه. ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه. هنحط السفره ورا باب الشقه. طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك؟ لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل، ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال، ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود هم ما يقصدش، انا عارفه انك جدع والله، ما يرضكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ، وهتشوفي بكره يا سلوى. اما انت بقى حلو فده عربون محبه لحد ما اشوفك بكره. ايه؟ يا الحكايه تقف على كده ولا هيفضل حاطيننا في دماغهم؟ دماغهم؟ هم دول عندهم دماغ يا جدع. انت شايف بيصوروا بالموبايل في عز الضلمه. دلوقتي هم يفرحوا ويحسوا انهم انتصروا انتصار المبين. وماله؟ احنا بقى نهدى شويه ونرجع للشغل القديم. الحلال في بركه كامل ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، ربنا يقوي ايمانك. كلها كام شهر وينسوا. نطلع احنا اللي تحت البلاطه، نجيب شويه بضاعه نشتغل فيهم كده على الهادي لحد ما نقع على مصدر نجيب منه البضاعه اللي احنا عايزينها. وربنا يبارك لنا في الند، بعدنا عن اي حد وما حوجناش لاي حد. بس انا خايف. لا ما تخافش يا جدع. خايف من ايه؟ انا خايف الناس بتوع الدلتا يستغيبونا يقوموا يدوروا على مصدر غيرنا ويشتروا منه. وماله؟
نفتح اسواق جديده يا جدع. الصعيد احنا ليه مهملين الصعيده كامل؟ الصعيد محتاجنا يا جدع. بس انا ما اعرفش حد في الصعيد ولا اعرف صعيدي. يعني انا اللي اعرف يا عم؟ هي مسلسلات صعيدي اسبوع تقعد تقر فيها كده شويه تلاقي نفسك بتتكلم صعيدي. انت بس اللي متشائم على طول. انا مش متشائم، ربنا يخليك للغلابه دي، احنا بنتعلم منك. بارك الله في الشباب، ربنا يبارك فيكم وفي سواعدكم ويبارك لنا فيكم يا رب. انا كنت عايز امد ايدي معاكم انا والاخ كامل نساعد ونرمي، بس يعني قلنا احسن تفتكروها خدعه ولا حاجه. كنت فين من زمان؟ عشان تمنعوا اللي زي من الحرام، تقطعوا اي ايد تتمد للحرام. استسماح يعني، ممكن نسخه من الكليب؟ يا فندم اللي حصل ده اكيد مؤامره خارجيه، حد جاي من بره اسكندريه. مش ببرر فشل يا فندم، انا متحمل المسؤوليه. يا فندم انا حبيت بس اعرف حضرتك ان لا يمكن يكون ورا الحادثه دي اي عنصر من العناصر المرصوده جوه اسكندريه، كله يا فندم تحت المراقبه. يا فندم حتى اللي بعد المراجعات ووقفوا عنف مش عاطين حد امان خالص، كله متراقب. يا فندم اكيد من بره اسكندريه. انا مش ببرر، انا لو ما وصلتش يا فندم للي ورا الحادثه دي انا هقدم استقالة فورا. معاك يا فندم. فعلا يا فندم هي مذبحه، بس يعني اللي ماتوا كلهم 18 مش ميات زي ما بيقولوا. مش ببرر يا فندم والله، انا اسف يا فندم، اسف. نعم يا سيزفت، مش ناقصاك خالص، عمال تتصل بيها بقالك ساعة، في ايه؟ طبعا ما جبتش الواد واداك على قفاك، انا مشغل معاه بهايم، عايزيننا نبقى الاف بي اي ونتنبأ بالحادثة قبل وقوعها، وانا معايا بهايم. سيادتك شوف اللي جوه الشنطة الأول بس يا فندم. فيها ايه الشنطة؟ جايب لي غياراته؟ اعمل بقى ايه؟ غور من قدامي دلوقتي. يا فندم لو سمحت شوف اللي جوه الشنطة وسعادتك هكافئني إني ما ضربتش على الواد نار ولا قتلته، كان زمانه سر اتدفن معاه. طيب يا سيدي وريني اللي في الشنطة، وإياك تطلع حاجة تافهة، هطلع غل كله فيك. يبارك فيك يا باشا، مصحش يا باشا. اقعد. تشرب ايه؟ مصحش يا باشا، العفو يا باشا. خلاص سكرك كام؟ 3 معالق. بعمل لك النسكافيه، عايزك تركز معايا بقى، عايزك تحكي لي كل حاجه حتى لو شايفها تافهه. قلت لي كان في حد فيهم خراط ولا كلهم ميكانيكيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا جامد؟ مفيش اسماعيل. مفيش اسماعيل، وانا اللي قلت ان انت هتيجي مبسوط ومزقطط وفرحان وعامل دماغ. اوعى يكون الحاج شافكوا. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. انا قلت لك لو كنت رديت عليا وسمعت نصيحتي للوجه الله ما كانش كل ده حصل. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في ايه يا اسماعيل بس يا اخي؟ انا جاي تعبان وعايز انام، سيبني في حالي بقى. ماشي ماشي، سيبني في حالي دلوقتي يا اسماعيل. ماشي، وانا اللي قاعد قلقان وبهر وانكت في نفسي دلوقتي. مفيش اسماعيل. ماشي خلاص. طب اسال احمد كده لما اتكلمه، انا كنت قلقان عليك قد ايه. احمد مين؟ احمد اخويا؟ اه، ما هو قاعد يكلمك لقى تليفونك مقفول.
جه على هنا وكان شكله كده مش طبيعي ومقلق، كان عايز الشنطة اللي سابها لك امبارح. عاصم قفش عليه وما كانش عايز يديها له، بس ما تقلقش أنا وقفت معاه واديته الشنطة عشان يلحق يسافر رشيد. إمتى حصل الكلام ده؟ ده من يجي ساعتين، ما أنت طبعًا نايم في العسل ومظبط حالك يا معلم. مظبط إيه وعسل أنت راخر، أنا ناقصك. استنى أما أكلمه. على فكرة يا واد عم، أخوك عمل عركة كبيرة تحت. كنت واقف أنشر خلاجاتي، بصيت لقيت صوت عراج جاي من تحت، ولقيت أخوك بيجري على عربية وطلع طلعة أمريكاني. بعد شوية لقيت واحد بيجري وراه بمسدس، بس ما لحقوش يعني. مسدس؟ الله أكبر. أبو الهول سكت ظهراً ونطق تخريفاً. أنا كان قلبي حاسس إن الراجل ده بيشرب بانجو في السر. أنا مش قلتلك؟ مالكش صالح فين يا أبو عمو؟ أنا كلمتك؟ أنا عم أكلم الباشمهندس. طب ما قلتليش ليه يا أبو رحيم؟ وأقول لك ليه؟ أنت صالحك إيه بالحكاية دي يعني؟ كنت هتعمل له إيه؟ أنا قلت أقول للباشمهندس بس عشان أطمن على أخوه. على فكرة يا باشمهندس، أخوك ده طلع واعر جاي في السواقة، طلع ولا الأفلام. أحمد موبايله مقفول يا أخي. لا ده مرض وراثي في العيلة بقى. مالك يا حودة في إيه؟ ما تقلقش. الجدع اللي اسمه عبد الرحيم ده دماغه في الليمون، يعني ما تاخدش على كلامه. زي ما قال لك عاصم كده، يسكت وينطق تخريف. وبعدين مسدس إيه وأمريكاني؟ إحنا عايشين في شيكاغو. يا عم عبد الرحيم بيتكلم صح. وأنا جاي الدنيا كانت مقلوبة، وسمعتهم في الميكروباص بيقولوا إن في كنيسة جنبنا انفجرت. المباحث والمخبرين مرشقين في كل حتة تحت، دول شافوا بطاقتي ثلاث مرات. أيوة بس أحمد ماله ومال الكلام ده؟ ده لسه عيل. هو صوت الفرقعة اللي كان من شوية ده صوت انفجار كنيسة؟ إيه؟ ده هي لا تكون مبسوط وفرحان. أعوذ بالله يا أخي، هفرح على إيه؟ قالوا لك عليا جزار. هو بكرة بقى هيقرفونا أنا واللي زيي، وتفتيش وقرف في اللجان واستدعاءات للمديرية وشوف بطاقته. حاجة توجع القلب بالظبط زي أيام كنيسة محرم بيه. أنت يا بني آدم أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ بيقول لك في كنيسة انفجرت، يعني أكيد فيها ناس ماتوا. ده بيقول لك فوق ال 200 واحد ماتوا. ما إحنا معزولين عن العالم بالدشمة اللي إحنا عايشين فيها دي. شايف؟ بيقول لك فوق ال 200 ماتوا، وأنت كل اللي همك هيحققوا معايا، هيوقفوني في اللجان. أنت يا بني آدم أنت إيه؟ أنت ما عندكش دم، أنت بني آدم عجيب أصلاً، ما تتعاطف مع الناس اللي ماتت حتى. والله أنت مالك يا أخي؟ مالك ومال؟ عايز مني إيه؟ ها؟ اقعد صيح عليهم دموع انت لو عايز، اقعد، لكن تسيبني في حالي. وبعدين ايه القرف ده؟ مش كفايه اني عديتك اللي انت عملته لما اخوه جه ياخد الشنطه؟ هو ده يا احمد في حاجه؟ لا بس ما كانش عايز يديله الشنطه، اصل البيه انت ما تعرفش، ده نصب نفسه امير للشقه واحنا ما نعرفش. لما بقى يستدعوك في المديريه ويحققوا معاك او يوقفوك في اي لجنه، يبقى قول لهم انا امير الشقه عشان يعاملوك معامله الامراء ويدوك المنفخ الاميري. ترى انت فين يا احمد؟ ايوه كده تمام. ده حتى لما يحاولوا يعملوا تتبع مش هيعرفوا يوصلوا لك. وانا بكره وانا جايه لكم الفيلا هجيب لك معايا شريحه جديده. لا بلاش، انا متاكد انهم هيراقبوكي عشان يوصلوا لي. ما تخافش عليا بقى، ده انا بقيت متدربه. انا عشان اقابل شادي غيرت 5 تاكسيات. حبيبتي النهارده مش مقياس، هما ملخومين باللي حصل في الكنيسه. اول ما يشوفوا اللي في الشنطه مش هيهدوا غير لما يوصلوا لي. وانت عارفه بقى هيثم، انت اول حد هيفكر فيه عشان يوصل لي. وايه الشنطه جات له على الطبطاب؟ يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ الشنطه دي ملهاش اي قيمه قانونيه اساسا، كل اللي فيها شويه كتب وورق مطبوع من على النت وصور، يعني ما تعملش ربع قضيه محترمه. الحمد لله ان اللابتوب كمان ما وقعش في ايديهم. لا في دي بقى ما تقلقش، ده انا خبيته لك ورا دولاب شامل شخصيا، اخر حته ممكن تخطر على بالي. اول ما الدنيا تهدى هجيبه لك واجي. مش عارف قلبي لسه مقبوض، حاسس اني دبست الواد محمود معايا. يا عم هو ماله اصلا؟ ده انت انقذته فعلا. تخيل بقى لو كان لقي الشنطه دي عنده في البيت، كان هو شال الليل. ما تنسيش تروح الورشه بكره وتطمنيه ان انا كويس. كان نفسي اكلمه بس خايف يكونوا مراقبين تليفونه هو كمان. حاضر هروح له بكره الصبح. اهدى بقى، هو انت ضامن موضوع فيلا عمتك ده؟ مش كنا بيتنا عند حد من صحابنا في اسكندريه؟ اهو يدرى وسط زحمه الناس. لا اسكندريه دلوقتي خطر، كل ساعه تلاقيها مترشحه ظباط ومخبرين اكتر واكتر. طبعا لازم يلاقوا صيده يقدموها للرؤساء بتوعهم. وعمتي اصلا في مصر واهلي في الساحل، يعني محدش هيعرف ان احمد بقيت معايا. المهم دلوقتي انت اول ما تطلع على طريق المعموره تكسر شمال بعد السيوف عشان تهرب من الكمين اللي بعديها. شفت الفشل؟ عمرك شفت لجنه ثابته في مكانها عمرها ما تتحرك؟ وقال ايه هم دول اللي هيمنعوا الارهاب. المهم كلميني اول ما توصلي على الفيلا من اي كشك. يلا خلي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا خلي بالك منه يا شادي. ماشي.
سوقي. اه